الخير النافع لا تغفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين من أكفأ النماذج وأحسنهم بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا إن شاء الله نتعرفوا على ما معنى في هذه الحلقة من خيرة الشباب، شباب خطباء المستقبل. معي ومعكم النموذج الأول المميز والمتميز بفضل الله بأسلوبه ما شاء الله الرقيق الرقراق، ابننا محمد إسماعيل. نرحب به. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا محمد. ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا ومنور يا عسل. ربنا يبارك في عمرك. انت نمورك. في كلية دعوة مش كده؟ إن شاء الله. الفرقة الثانية؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك بحفظه ويرعاك برعايته ويجعلك من الدعاة الصادقين الربانيين. آمين يا رب. آمين. آمين. وأما النموذج الثاني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ابننا محمد خالد. نرحب به. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد. كريمك يا مولانا ومنور يا عسل. بنورك الله كريم. كليه ايه ان شاء الله؟ دعوه الاسلاميه. دعوه الفرقه الثانيه. الفرقه الثانيه. لا يعني انتوا اثنين مع بعض فرقه واحده؟ نعم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. اسال الله انه يحببكم في بعض. الله يكرمك ويبارك فيكم ويجعلكم ان شاء الله دعاه خير وائمه صلاح. اللهم امين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. مشاهدينا الاكارم، وقبل ان نبدا الحلقه كعادتي مع حضراتكم بنتحدث فيما قاله علماء التربية، وهذه الحلقة هي 11 رقم 11 فيما قاله علماء التربية. نربي أولادنا إزاي؟ الأولاد الصغار اللي هم الذين لم يجري عليهم القلم ولم يبلغوا الحلم، لأن دي مسؤولية الآباء والأمهات، وكذا مسؤولية كل من تحت يديه أولاد أو بنات للتوجيه والتربية. فكلام اليوم إن شاء الله مما قاله علماء التربية للآباء وللمعلمين. يقولون، وسجل عندك النقطة دي إن شاء الله، يقولون إن الأولاد الصغار أو الأطفال الصغار اللي هم دون الحلم، عرفهم دايما أن الله تبارك وتعالى معهم في كل مكان، معهم ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، فعرفوا أن الله مطلع عليه يراه، ده يجعله مستقبلا وطول حياته أنه يكون حريص على أن تكون قراراته التي يتخذها سليمة ولا تخالف الشرع أبدا. لو ربيته على إيه؟ لو ربيته ونشأته على مراقبة الله عز وجل، أن الله معه مطلع عليه يراه ويسمعه سبحانه وتعالى. ولذلك يحضرني قصة بسيطة لأحد علماء أراد أن يعطي درسا لطلابه عن الله تبارك وتعالى وعن أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم يراهم. فقال لطلابه: كل منكم يأخذ طائرا وسكينا ويذبحه، بس بشرط لا يراه أحد، لا يراه أي أحد. فكل الطلاب في اليوم التالي أتوا وكل قد ذبح طائره وأتى به غير واحد من الطلاب. فقال له المعلم: لما لم تذبح؟ قال: لقد اشترطت علينا شرطا. صح، لما هممت بالتنفيذ علمت أن الله مطلع علي يراني فلم أذبح. أما بقية الطلاب فقد ذبحوا. طب إزاي؟ اللي دخل حجرة وأغلق على نفسه ظنا منه أن ما حدش شايفه، يبقى ما فهمش المسألة. وكذلك اللي تنحى جانبا وابتعد عن الناس وفي أي مكان بعيد خالص عن رؤية الناس وذبح. لكن هذا الطالب النجيب الذي يراقب ربه، الذي تعلم الدرس، قال: هممت بالذبح فعلمت أن الله مطلع علي يراني في كل مكان. هو ده بقى اللي احنا عايزين ننشأ أولادنا وأطفالنا الصغار. الصغار انت لما بتتكلم في الاسلوب القصصي ده وتوجه الاولاد الصغار، تلاقي كل ولد جلس امامك منصب ويصغي
وبيفكر في اللي انت بتقوله حتى وإن كان طفلا غير مميز، لكن الكلام عن الله وعن رسول الله يؤثر ويتأثر به الكبير والصغير على السواء. فالله يبارك لك، حدث أبنائك دايما أو أبناء المسلمين وإن كنت معلما عن الله سبحانه وتعالى وعن أن الله مطلع عليهم يراه وفي كل مكان. لكن السؤال، هل ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان في كل مكان بذاته، ولا المسألة إيه؟ لأني مع الأسف الشديد والله كده بعض الطلاب بيقول ربنا معايا وفي كل مكان، والمدرس حفظها لنا في المعهد، قولوا يا أولاد، وطفل في أولى ابتدائي، قولوا يا أولاد أين الله أين الله، وهكذا يكرر في كل مكان، ويعملهم كده في كل مكان، قولوا يا أولاد في كل مكان. طب إزاي الله سبحانه وتعالى ينفع المنزه عن كل نقص في الحمام؟ ينفع بالله عليه بعلمه وقدرته في أي مكان؟ ماشي، لكن بذاته العلية الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على وارتفع. طه الآية 5، الرحمن على العرش استوى. وإن الله تبارك وتعالى كما في السنة كتب كتابا فهو مكتوب عنده فوق العرش. يبقى الله سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه وقدرته، أما بذاته العلية الرحمن على العرش استوى. ياريت نصحح المعلومة ونعطيها للأطفال حتى يتربوا وينشأوا على معتقد أهل السنة والجماعة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يبارك فيكم، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه واحدة. أما الثانية فإن شاء الله بين كل فقرة وأخرى من فقرات أبنائنا خطباء المستقبل أسوق إليكم نقطة بإذن الله. تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الأول، ابننا محمد إسماعيل. تحدثنا عن ماذا يا محمد؟ إن شاء الله عن بر الوالدين. بر الوالدين إن شاء الله. أحسنت الاختيار، تفضل يا حبيبي. الحمد لله رب العالمين، يا رب يا عز كل ذليل، ويا غنى كل فقير، ويا منجي كل منغوث. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. سبحانه 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 سبحانه، لا يسأل عنه متى كان، لأنه خالق للزمان. ولا يسأل عنه أين كان، لأنه خالق للمكان. وهو على ما كان قبل خلق المكان كان ولا مكان، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون كان، لن يتغير عما كان. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. أما محمد فسل عنه يوم بدر ويوم حنين، سل عنه أرض الحرمين، سل عن محمد الذي ربط على بطنه من شدة الجوع بحجرين، سل عن محمد الذي لما أشار إلى البدر فانقسم البدر إلى نصفين، سل عن محمد الذي تلا القرآن بأطيب الشفتين، سل عن محمد الذي مشى على هذه الأرض بأطهر القدمين. إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء، ما تعاقب الصبح والمساء، وما دام في الكون ظلمة وضياء. أما بعد أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأعزاء، نعم إنه بر الوالدين، إنه بر الوالدين. لقد أصبحنا في زمان نفعل ضد هذه الصفة ونفعل ضد هذا الشيء، ولم يعد إلا القليل، بل أقل من القليل، إلا من رحم الله هو من يبر والديه، وهو من يعرف قدر والده وقدر والدته. أخي الكريم، لابد لنا من عودة ورجوع ولجوء إلى الله، وبالذات في طاعتك لوالديك. والدليل على ذلك أن ربنا جل جلاله، أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع البصير من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إحسانا. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل جل جلاله وبالصلاة أو بالحج، لكنه سبحانه ذكر هذه الطاعة، ذكر بر الوالدين وبالوالدين إحسانا. قارن الله جل وعلا بين عبادته وبر الوالدين، لأنك إذا عبدت الله ولم تطع والديك فأنت بذلك لست ناج من النار، وإذا أطعت والديك ولم تعبد ربك كذلك كأنك لم تفعل شيئا لجنتك أو لآخرتك. فكذلك أخي الكريم، ربنا قرن بين عبادته وبر الوالدين، وذكر في آيات كثيرة جل وعلا، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالآيات كثيرة تحثنا على بر الوالدين، ربنا جل جلاله كثر من آيات بر الوالدين، هذا دليل على عظم هذه المكانة وعلى قدرها. بل إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في أحاديث كثيرة منها أنه لما صعد ذات مرة على المنبر وقال 3 مرات: آمين آمين آمين، فسئل عن ذلك، عن قول آمين، فقال: أتاني جبريل وقال: يا محمد، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من يا جبريل؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنفه ثم رغم أنفه، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه، يا محمد، من يا جبريل؟ قال: من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يبرهما فقل آمين. فقلت آمين. فقلت آمين. أخي الكريم، هذه الآيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقعت في عقل وقلب أناس كثر من صحابة رسول الله ومن التابعين. أقدم لنفسي وإياكم بعض النماذج من هؤلاء النماذج التي تأثرت وعرفت قدر الوالدين وتأثرت بالآيات وبأحاديث رسول الله. من أمثال هؤلاء أبو هريرة الصحابي الجليل، أبو هريرة الذي كان يضرب به المثل في بره لأمه أو بره بأمه. أبو هريرة رضي الله عنه يقول عنه أبو مرة مولى عقيل قال: كانت أم أبو هريرة امرأة كبيرة في السن، وكانت كفيفة مقعدة، فكان أبو هريرة يأتي إليها رضي الله عنه ويحسن إليها ويغسل شعر رأسها ويمشطه لها ويغسل قدميها وينظف لها بيتها إلى أن أسلمت أمه، ماذا لا يحسن إليها حتى أسلمت. وبعد ذلك كان أبو هريرة يمر على أمه في كل صباح، وقيل عند كل صلاة كان يأتي ويقول: السلام عليك يا أم أبي هريرة، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله يا بني، فيقول لها أبو هريرة: رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرا، وتقول له: ورحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا، ورحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. أبو هريرة ذات يوم أمه تنادي عليه تقول له: يا أبا هريرة، فقال لها: لبيك يا أماه، نعم يا أماه. فشعر أبو هريرة بأن صوته وهو يجيب على أمه قد علا صوته على صوت أمه، فظن أبو هريرة أنه بذلك قد عق أمه، فماذا فعل؟ إذا بأبي هريرة يصلي ويستغفر الله جل وعلا، ولم يكتفي باستغفاره بل ذهب إلى السوق واشترى عبدين مملوكين وأعتقهما لوجه الله.
بسبب ماذا؟ بسبب أنه ظن أنه قد عق أمه وهو يجيب عليها ويقول لها لبيك يا أماه. أبو هريرة وصل بره أنه كان ذات مرة وهو يمشي في شوارع المدينة رأى شابا يسير بجوار بمحازات رجل كبير السن، فجاء أبو هريرة ووقف أمام الشاب هذا ووقف أمام أبيه وأمام هذا الرجل، فقال أبو هريرة للشاب ما هذا الرجل منك؟ ما هي صلة القرابة بينك وبين هذا الرجل الكبير السن أيها الشاب؟ فقال الشاب لأبي هريرة هذا أبي. فغضب أبو هريرة وقال للشاب ما أحسنت ولا وفقت، ما أحسنت ولا وفقت من العقوق أن تمشي بين يديه، من العقوق أن تمشي بمحازات أبيك. لا إله إلا الله، ما هذا الرجل، ما هذا الصحابي الجليل أبو هريرة يقول أن من يمشي، أن الولد إذا مشى بمحازات أبيه بجوار أبيه مساويا لأبيه وهما يمشيان، ظن ذلك أبو هريرة بأن ذلك عقوق للوالدين. قال إذن يريد ماذا؟ يريد من الابن أن يتخلف عن أبيه بعض الشيء. هذا رجل عرف قدر الوالدين، هذا رجل، هذا صحابي عرف قدر الأم وقدر الأب. أخي الكريم، أيضا من هذه النماذج لما مات ذر بن عمر، لما مات ذر بن عمر بكاه أبوه طويلا، فقالوا له أكل هذا تبكي ولدك؟ كل هذا بكاء على فراق ولدك؟ فقال والله لقد كان أبر أولادي بي، لقد كان أبر أولادي بي، والله ما مشى في نهار إلا خلفي، إلا خلفي إجلالا لي، وما مشى في ليل إلا أمامي خوفا علي من الهوام والحفائر. قال وما ذهبت إلى مجلس إلا وجلست قبله، وما جلس قبلي قط. قال وما تكلم إلا بإذني، وكان يقوم مسرعا إذا انتهى المجلس وأجده واقفا عند حذائي يهيئه لي، وكان إذا أتى الليل وذهبت إلى فراشي وجدته يمهد لي فراشي، وإذا استيقظت في الصباح وجدت ابني هذا يهيئ لي طعامي. ووصل به البر أنه كان لا يرقى سطح داري حتى يتيقن أني لست بداخل هذه الدار. أفلا أبكيه؟ أفلا أبكيه؟ هذا هو البر، هذا هو البر أيها المؤمنون عباد الله، هذا هو معنى البر، هذا هو البر الذي غفلنا عنه. هؤلاء أناس عرفوا قدر الآباء وقدر الأمهات، عرفوا قدرهم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أبر أصحاب النبي بأمهاتهم عثمان بن عفان والحارثة بن النعمان. والحارثة بن النعمان ذكر عن الحارثة هذا الصحابي الجليل أنه كان له أم كبيرة في السن، فكان يضم رأسها إليه ويثني رأسها ويقبلها، وكان يغسل لها شعر رأسها، وكان يمشطه لها، وكان يوضئها للصلاة، وكان يحملها على كتفه إلى مكان قضاء حاجتها، وكان رضي الله عنه يمهد لها فراشها وينظف لها ثيابها ويقول كانت تنظف عني وأنا صغير، كانت تنظف عني وأنا صغير. كافأه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أعرج بي إلى السماء ودخلت الجنة سمعت صوت الحارثة يقرأ القرآن في الجنة، سمعت صوت الحارثة يقرأ القرآن في الجنة. فنزل إليه رسول الله، لما نزل رسول الله من هذه الرحلة الطويلة قال للحارثة وهو جالس وسط أصحابه صلى الله عليه وسلم يا حارثة أخبرني عن أرجى عمل تعمله، عن أفضل عمل تعمله يا حارثة. فقال حارثة والله يا رسول الله لا أذكر إلا هو بري بأمي، بري بأمي. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفض فرحا ويقول كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر يصنع بأهله ويوجب لهم الجنة، كذلكم البر يصنع بأهله ويوجب لهم الجنة. فالبر يوجب لك الجنة أخي الكريم. وفي النهاية أذكر لكم هذا الموقف وأختم.
كان للفضل بن يحيى، كان أحد التابعين الكرام، يقول عنه المأمون بن سعيد: ما وجدت أبر من الفضل بن يحيى، ما وجدت أبر منه. سجنه الحجاج، سجن الحجاج الفضل بن يحيى، سجنه في الزنزانة وسجن معه أبوه، وكان أبوه كبيرا في السن، فكان الفضل وهو جالس في الزنزانة ينظر إلى أبيه الكبير في السن ويبكي ليل نهار، ينظر إلى أبيه ويبكي، أبوه كبير في السن. ثم إذا بالفضل يذهب إلى حارس الزنزانة ويقول له: إن أبي كبير في السن ولا يستطيع الوضوء بالماء البارد، نريد له ماء دافئا، أبي طاعا وفي السن، سنه كبير، أريد ماء دافئا وأعطيك ما تريد. فرفض السجان أن يأتي إليه بماء دافئ، فقال له: أعطيك مالي وداري وبيتي على أن تأتي إلي بحطب أسخن لأبي الماء وأدفئ لأبي الماء كي يتوضأ. لا إله إلا الله. انظر أخي الكريم، يقول له: أكتب لك كل مالي وداري وأرضي على أن تأتي إلي بماء يتوضأ به أبي، ماء دافئ. فرفض السجان مخافة من الحجاج، فماذا فعل الفضل بن يحيى؟ ينظر إلى أبيه ويبكي، وإذا بالفضل ينظر إلى السماء فوجد مصباحا في سطح الغرفة، فوقف الفضل بن يحيى وأخذ القمقم، القمقم الذي موجود فيه الماء، وظل رافعا يده يقلب القمقم طوال الليل علّه يصيبه بعض الدفء، إلى أن أتى الفجر، فأيقظ أبوه وقال له: توضأ يا أبي، توضأ يا أبي بهذا الماء، قد دفئ بعض الشيء. فلما علم السجان أن الفضل بن يحيى يصنع هذا في القمقم، يضعه للمصباح كي يدفئ الماء، منع عنهم الاستصباح بالمصباح، منعه أن يصنع ذلك. وماذا يفعل الفضل؟ ينظر إلى أبيه ويبكي وهو في ندم وحزن على أبيه، وإذا بالفضل بن يحيى لم يجد أمامه إلا أن أخذ القمقم وضعه على جلد بطنه طوال الليل، يقلبه على جلد بطنه كي يصيبه بعض الدفء، ثم يعطيه لأبيه لكي يتوضأ عند الفجر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هؤلاء أناس عرفوا معنى البر، هؤلاء أناس عرفوا قدر الوالد وقدر الوالدة. أخي الكريم، هذه رسالة لنفسي وإياكم، وما أردت الحديث عن هذا الأمر إلا ما رأيته منتشرا في زماننا هذا، وطلبه مني كثير من الناس، أمر منتشر هذا، لا ينظر إلى أمه نظرة فيها سخط فقط، بل ربما تطاول عليها، وهذا يسب أمه، وهذا يلعن أبيه، وهذا ربما ضرب أباه. فهذه رسالة لي ولك أيها الأخ الكريم، أيها العاق، الأب والد من أبواب الجنة، والأم باب من أبواب الجنة، فإذا مات الأب أغلق باب، وإذا ماتت الأم أغلق باب، وإذا مات الاثنان جميعا أغلق البابان في وجهك. فلذلك أخي الكريم، استغل الفرصة، استغل وجود أبيك وأمك، وانظر واسأل شخصا فقد أباه أو فقد أمه، والله لتجده أكثر الناس حزنا وتحسرا إن كان من العققة، إن كان ممن يعقون آباءهم أو أمهاتهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من البارين بوالدينا، اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا وأمهاتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويرفع قدرك ويجعلك ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. هكذا يكون البر إن شاء الله، وهي شاء الله. رسالة عاجلة نوجهها إلى كل الشباب، البنين والبنات على السواء، لأني بعيني رأيت مشهدا يخلع قلب كل موحد، أيوة رب الكعبة، أيوة الله، في هذا الأمر بالذات، وكلما سمعت عنه أو قرأت عنه يحضرني هذا المشهد، بعيني رأيت وبأذني سمعت ذات يوم، أو والله كده، وبعد صلاة العصر إذ بي أرى امرأة عجوز جلست إلى جوار حائط تبكي وبكاء هستيري صعب، فاقتربت منها: ما الذي يبكي؟ قالت: ولدي الوحيد سمرت فؤادي، فلذت كبدي،
دخل علي اليوم وفي يده خبز أبيض، فلما رأته عيناي اشتهت نفسي، فقلت ولدي أعطني رغيفا فإن نفسي تشتهي الخبز، فخبأها خلف ظهري ولم يبالي بأمر أمه، ثم انطلق وصعد إلى الطابق الثاني حيث زوجه وعياله. تقول ذهلت، ولدي يحرمني، ولدي يمنعني، وأنا التي عكفت على تربيته بعد وفاة أبي أعوام، وتعبت من أجله أعوام، حتى أنفقت عليه كل شيء، ولما احتجت إليه يمنعني. تقول وقفت على باب شقتي أنتظر لحظة نزوله مرة أخرى، فلما رأته عيناي قمت منتفضة وأبكي وأقول ولدي أعطني رغيفين فإن نفسي تشتهيه، أعطني رغيفين ولو بثمنهما. قالت فصرخ في وجهي وقال يا شيخ موت بقى، اللي زيك مات وشبع موت، ودفعها بقوة فسقطت على الأرض. فدعت عليه وقالت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بني، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بني. فخرج، والله ما رجع إلى بيته، بل وقع في الطريق فحملوه إلى مستشفى جامعة المنصورة، وهناك ظل أيام تحت العلاج لكن بغير شفاء، حتى مات بمرضه. دعوة الأم تصيب عنان السماء، سواء دعت له أو دعت عليه. ومش الأم بس، الوالدين، بر أباءكم يبركم أبناؤكم، بر أمك وأبوك هيعود لك إن شاء الله، وكما تدين تدان. هذا ما أردت أن أقوله عن قصد لما سمعت عن البر. بارك الله فيك يا محمد وأحسنت. تعالوا بنا مشاهدينا الأكارم نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا المميزين، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، ابننا محمد خالد. محمد خالد تحدثنا عن ماذا؟ عن التوبة من الذنوب. التوبة من الذنوب، يبقى البر والتوبة، يبقى ربنا يرضى عنا إن شاء الله ونسأله القبول. تفضل يا حسن. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة، بالحق من ملل الهدى غراء، والله لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. ثم أما بعد، التوبة وما أدراكم ما التوبة؟ ما الذي أخرج إبليس من رحمة الله وجعل صورته أقبح صورة في البشرية؟ أليست هي الذنوب؟ ما الذي أرسل الرياح على قوم عاد والصيحة على قوم ثمود؟ أليست هي الذنوب؟ إن مرض القلوب من الذنوب، فكلنا مذنبون وكلنا مقصرون وأنا أولكم، ولكن أما آن لنا أن نتوب ونرجع إلى الله؟ فارفع صوتك بالنداء وقل يا ربي، يا ربي قد كثرت ذنوبي وليس لي بعذاب النار من قبل، ولا أطيق لها صبرا ولا جلدا، فانظر إلى ضعفي ومسكنتي ولا تذقني حرا لجهنم غدا. يا من عودت نفسك على الغيبة والنميمة وقول الزور، تب إلى الله. يا من تأكل الربا، تب إلى الله. يا من تأكل أموال الناس بالباطل وتأكل الحرام، عد إلى الحلال وتب إلى الله قبل أن يهجم عليك ملك الموت. واعلم بأن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا عبد من عباد الله، أطاع الله 40 عاما وعصاه 40، فنظر إلى وجهه في المرآة وقد كبر سنه وشاب شعر رأسه، وهو يقول يا ربي، يا ربي أطعتك 40 وعصيتك 40، فهل إذا رجعت قبلتني؟ فسمع مناديا يقول له أطعتنا فقربناك،
وعصيتنا فأنهلناك، ولو رجعت إلينا قبلناك. ما أحلم الله بنا، نحن نتعامل مع الذي عرض التوبة على الكفار فقال: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أو ما جاءكم قصة الرجل الذي كان من أشراف وأغنياء أهل البصرة، فذهب إلى السوق ليشتري جارية، فاشترى جارية تدعى حسنى، وسميت بحسنى من جمال صوتها، وتستطيع أن تعزف وتجيد الرقص، فاشتراها بوزنها ذهبا، ثم ذهب بها على ظهر سفينة وقال لها: يا حسنى أوقدي لنا الغناء. فغنت له حسنى وأمسك بزجاجة الخمر، وكان يشرب الخمر، فكان على هذه السفينة شاب صالح، فمر من أمام هذا المحفل، فقال له الرجل: يا أيها الشاب، أسمعت أجمل من هذا الصوت يا أيها الشاب؟ فقال: نعم سمعت. فقال الرجل باستهزاء: توقفي يا حسنى، أسمعنا أنت. فقال الشاب: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقال الرجل: والله إن هذا أجمل مما كنت أسمعه. فأطلق سراح الجارية وقال له: أيها الشاب، أعندك مثل هذا؟ فقال الشاب: نعم. وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فألقى زجاجة الخمر من يده وقال: أيها الشاب، أليس لي من توبة؟ فقال له: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فقال: أستغفرك يا رب. ففاضت روحه إلى السماء، وقيل أن السفينة قد مكثت 10 أيام على اليابس ولم تخرج منه ريحة قط. لماذا؟ لأنه تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. فلا بد لنا عباد الله أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة لكي يغفر الله لنا خطايانا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس هاوية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا على كثرتها، وأن يتقبل منا أعمالنا على قلتها. اللهم آمين يا رب العالمين. أحسنت، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. بسم الله ما شاء الله. زي ما أنتم شايفين كده حضراتكم، أولادنا خطباء المستقبل، يستطيع الواحد منهم بجدارة واقتدار أنه يرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوها. هذا الفضل فضل من؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليهم هذه النعمة، نعمة البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة الدعوة، يدعو المسلمين بما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرف عمل أن تكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك يا شباب؟ إن شاء الله. نعم. طيب قل لي يا محمد، ترتقي المنبر من منذ متى؟ أنا يعني ارتقيت، أنا في البداية حفظت القرآن. بس الصوت عشان المشاهدين. في البداية يعني ختمت القرآن في حوالي الصف الرابع الابتدائي، يعني حدود 10 سنوات يعني. فأنا ختمته بعدها بأسبوع أو يقارب يعني أسبوعين على طول. يعني قدمت حديث يوم في رمضان، كان يوم حوالي 23 رمضان. كان عمرك كم سنة؟ كان 10. 10 سنوات. أيوه. فقدمت حديث في رمضان ما بين التراويح وكده. جيت بعد رمضان بحوالي 20 يوم
كانت أول خطبة يعني لي في مسجد صغير عندنا. كان عمري 10 سنوات ارتقيت المنبر من أيامها، وكنت يعني بروح بلاد دائما لغاية الصف الثالث الإعدادي. ما شاء الله. كنت بذهب لكل بلد، يعني كل جمعة كنت في مكان. جميل جميل. الحمد لله، يعني شرف شرف صراحة أن تدعو إلى الله. أيوة. وأنا يعني دخلت كلية الدعوة يعني. أحسنت. أنا نزلت إليها يعني من مجموعة عالية، لكن أنا حبيبها. وبعدين أنت لسه ذكر الآية يعني ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله. يعني أنت دخلت كلية الدعوة برغبتك وليس المجموع هو اللي أيدني للأمر ده؟ لا، أنا كان مجموع عالي يعني، أنا مجموع بين النايا يعني، بس نعم. أنا إيه فضلت طريق الدعوة صراحة يعني. شرف يعني. نعم. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله يعني. أحسنت. ربنا يعني الحمد لله. طيب هرجع لك تاني، بس بعد ما نسأل أخونا محمد ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. حبيت أنت العمل الدعوي يعني. أنا طيب. بدأت من السنة اللي فاتت أعتبر مولا. كنت ارتقيت المنبر يعني من السنة اللي فاتت الترم الأول، كنت في أولى كلية لسه. عندنا برضو في قرية المعصر يعني. المعصرة دي فين؟ في مركز ملو يعني. مش المعصرة في القاهرة. مركز ملو محافظة المنيا. في القرية عندنا في المعصرة يعني ناس محترمة جدا بيدعموا الشخصيات اللي زي كده. عندنا ناس كتير يعني اللي يقف جنبك يوعيك يفهمك. فأنا الحمد لله يعني كان دافع كبير ان الواحد يستمر في هذا المجال الدعوة. ان شاء الله ان شاء الله. لكن ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. لكن قل لي كده مشهد غريب حصل لك وانت في خطبة جمعة. مشهد غريب في خطبة جمعة. يعني احد الناس مثلا انكر عليك، او احد الناس سعد او بلقائك وقال اثرت فيه، يعني اذكر مشهدين. مشهدين؟ او واحد. اتفضل. مشهدين. انا كنت في مسجد في اسكندريه. كنت بنتكلم عن وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فجيت عند حته السيده عائشه. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان من شده الم المرض صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل يده في قربه ويمسح بها وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات. فانا كنت بنذكر الموقف انا تاثرت وبنقولها بقى ايه، وكنت بنطلع بقى بصوت عالي وكده. بص لقيت راجل قاعد بيعمل بشفايفه وكده يعني. كان موقف انا داخل في مود تاني يعني، انا ايه حزن بقى وعايش الدور النبي صلى الله عليه وسلم بيموت. فتبصت لي واحد بيعمل بشفايف وعمل عملة، أنا كنت خلاص. هو المشهد أساسا يؤثر. المشهد يؤثر. أنا لقيته عمل يعني خلتني كنت هنضحك. دي أكتر موقف أنا عمري ما ضحكت يعني. ربنا يحفظك ويبارك فيك. معلش بس عشان ضيق الوقت والحلقة وشكت على الانتهاء إن شاء الله. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويزيدكم علما وفهما وأدبا وخلقا ورفعة. إنه لي ذلك مولاه. ولنا إن شاء الله لقاء آخر بإذن الله في الحلقة المقبلة بإذن الله. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.